على كل شيء بس شريحة سلاح. نقول أذكارنا. كيف الواس في الحالة طلعت ولدي خال. نقرأ الأذكار. دعين. في قرب الأحبة. قرب الخالات. صلاة ولدي خالد. عائلتنا الغالية. الصلاة. الغرفة الخضراء. عرفت؟ يسمين بالمجلس. المجلس الأحمر. إخواني عزوتي. إخواني عزوتي. خالد الله يحفظه صلى بالمستاقين كلهم اليوم. 26 واحد. رسالة الحالة. ويقرأ. تبت يدا بلامي وتب. بعدين قصه قولوا اذكاركم. نقدر اذكاركم ما شاء الله الله يبارك فيك الله يكتب اجركم يعني والله اذكارنا الحمد لله من يوم ما دخلت الدنيا من قبل. انا ودلبج احنا هنا والله احنا نقول اذكار. صح ترى عاد شاهي يا دلبج والله صار على الاجر تحاول روحك. صحيح نعم صار على النبي ابو كلام جميل بعد والله العظيم صار الواحد ينصح قال يا رجال روح روح ماخذينها طقطق نصيحه يا اخي نصيحه عليك انت ابو شاهي ابو والله الدين والنصيحه سلكوا عن موضوع يقول الدين والنصيحه موضوع قاهرني تفضل الحين كا يعني الشخص اللي ينزل محتوى سناب وزي كذا هل هذه بلا جلسه دي هل يعني انك يري تعال جعلني افديك بجين بجين هل انك يعني ما يمديك تنزل نصيحه في سناب او زي كذا تنزل ولا عليك يا حد من ابو شاهين خلاص نيتك لوجه الله حلوه دي يعني انزل مقاطع حلوه وضحك واغاني اما قران ودي ما انزل ايش عشان الناس يقولون اوه هذا كذاب بس قدام الناس فعليه منه صح والله لا نزل صار الشيء الكويس شاهي ابو سالم شاهي البيت اي عطني صار الشيء الكويس الحين اي والله ينتقد الشيء اللي مو كويس صار واحد اذا سوى عمل خير قال اوف مستغربينه عشان الواحد هذا السوشيال ميديا يعني سناب سيبه لا 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 اللي بتسوي اللي بتسوي اهم شيء تكون واثق من نفسك وانت تسوي صح صح نيتك صحيح ارجع شوي ولا اقدح لو بتفكر كلام الناس انت رجال تصور اغاني امورك فاتح بحري تصور بكيفك صحيح ايه ما حد راح يتحاسب مكانك ترى صحيح صادق ايه لا ولو نزلت لا تستحي لا تستحي من الخير مره لا تستحي ايه لا شيء مخافه انك يقولون انه منافق ولا ايه شيء ها لا تستحي تعال تعال ابن دلج لا تستحي بالعكس تعال يا عبد يا ساعتي والكاب عن النابي والطيب والمحزن المليان ايش؟ قل بلا شعري هو يمثل يقول بعطيكم بيت بعطيكم بيت استفد كذا بدون احكام طيب. الله الله يا بن دعلوج الله هو يمثل لا عد له بيت بن دعلوج افتاك شغله شغله يا ساعتي ودع كف كذا والكاب على النار والطيب والمحزن المليان الله يقول يمسك لا تضيع طاقيتي جيتوا يا عيال وحنا على علم يا طول عمره السلام دلبج قلت ميدا اليوم مغرب لعشاء انا ابغاك تطلبنا وصوت والله كفو والله واحدة بس واحدة واحدة ايش سالفة واحدة اغنية واحدة لا ايش مريض راحم فيها حالتي حالة مريض 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 والله انا راحم فيها نبغى سوالف يا دلبج والله الله احتزم بالسوالف ناطرة نجحت والله وعت اصبر خلنا اتذكر نجحت دبيها على وجهي مدرسة الحين من دعلوج دعلوج تعال مرات والله اني احسني بينقلبوا المساواة هذا انقلق وشو يا فيصل لا حتى سم حتى وطعنا الضرب نبغى نوحد الجلسه وتعطينا ايش اسمه موعظه ولا طعم من ولا سالفه لا ابغى سالفه الدلبج الضحك والله يسعد في الدين وفي الدين ما ادري بيجي ما شاء الله والله انت ما شاء الله فهم والله اني احب نصايح انصح يا رجال لا والله ما يا اخي نصايح حبيب نصايح يا ولد غلط طريقتك غلط ليه؟ خله هو كيف يسولف لا لا تبغى نصايح؟ انتظر قولها انتظر لين بكره يجيك على القرني لا انا صح بقول ايش انتظر بكره يجي على القرني يعني انصحك صدق 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 انتظر بكره على القرني ترى صار يجيك بكره على القرني خلاص خلاص ايش ذا الليل الله 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 انت افزعوا 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 بسرعه لا شغل شغل ايش ذا الليل ايش ذا الليل بدلت بطاريات اقري وي ابرك بسم الله عليك كبد على نفس الشاهي صل على النبي هذا اللي نقير دلبي صادق نبغى سوالفك برا يا اخي نبغى نضحك يا اخي ايش في يا جماعه يا اخي لو قلت ابغى سالفه ولا وش اصعب تطلب خلاص 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 تنبج بروحها اقول خلاص بتنبج بروحها عيط كل ما اجي اسمعك تنبج بروحها
الله واحد. لا ما انا المشكله حتى لو تسال ايش رايك بشغله يجاوبك كلمه واحده. ايوه قليل الرابع قرابع. انا صادق نقرا اي واحد يقول ترى لو يجي واحد طال عمرك ايش هو؟ اي واحد يقول نقرا رابع. متى قلت لي قبل شوي؟ طيب متى انت نقرا رابع؟ لبسك لبس نقرا رابع صدق والله ان كانك هندينا يوم جاء من الاجازه. اجازه راح 6 شهور وخذ 8 شهور يكون بيت فيصل لبسك لبس قليل الرابع ابن دلبي. وانت ليش انت كلام يصير 6 شهور وانا اشيل 8 شهور؟ اسحب عليه شرف بالله شطفكم. يوم جانا يلبس عصبه يتعلم يسوي بيرضيكم صايد جونا. هذا حصان موجود؟ لا بعته. الى متى هو يخب؟ بعته يخب الى متى هو يخب؟ ابو ناصر متى تسلف الشخص؟ اسلفه؟ ايه طلب يسلف. جاك الرجال وطلب منك سلف. ايوه ليش؟ تسأل ليش ولا؟ فلوس؟ ايه جاك واحد قال لك يا ولد ابي منك. اول كم تبغي؟ 30 كانها واجده 30000 قال لك 10000 والله معطيك عندي 10 10 قال لك 10 كانها عندي عندك وانا ما محتاجها والله اني اخذها. ليه ليه تعطي؟ ما كلمني الا هو واثق فيني ومحتاج. لا لا ما تعرف مرهي لا ما اعرف مره واحده. لا تعرف واجهته مرتين. لا ما معطي. شو تقول له؟ الو السلام انا يلا بقول والله ما تلفون تلفون تلفون. الو بن دلبج كيف الحال؟ يا مرحبا يا ابو شدنا الله يحييك يا المبدع. الله يطول يا اخي والله العظيم مبدع. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. كنت طيب ذوقك لك تسلم. فكرت التلفون على طاري الفلوس وبندلبج. طيب استحيت. حلو اصبر اصبر عاد رجع بكلم. لو كنت نزل عاد بكلم. لو كنت نزل شيء الظاهر نقل. دقيت عليك ثاني مره. الو مرحبا يا ابو سام. هلا ابو دلبج. شكرا ما يعرف ما اعرف الحين. هلا ابو دعيرم. مرحبا يا ابو دعيرم. يا والله اني مستحي منك ما ادري شو اقول. ابي منك سلف. الله يطول انت تكون على الراس تكون على اللي عندك كله. كم تبغى وايد ولا ايش؟ هذا ايش؟ والله انا 10 صوتك قطع انا هذاك. الو 10 10 يا ولد عليك هواء. لا افصل بلوتوث افصل بلوتوث. انت اطلع برا كلمني. ابي 10 ما تهون العشرة. 10 ما تهون العشرة. 10000 ريال والله يا ابو سعد. كان ما هي عندك ترى. خلني بشوف حساب. كان فيها عندي كان عندي والله ابشر. يلا انا انطرك. يلا يلا حضر. اخي شل 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 ما يستاهل طيران. طيران عطاء حط طيران. هذا الصح. عرف هذا تمثيل صح يا الربع. قبل ما ندخل برنامج يمكن ب 20 يوم ولا 25 يوم. طيب شوي لو اتصال يجيني واحد من اخوياي. سلام كيف الحال؟ ابن دلبج خوي لك؟ قلت الله الله صدق سالو. اي والله قال انا راسلته من رقم من هنا والرجال يشل الشله بالمبلغ الفلاني. الله يرزقنا وياه ما شاء الله. الله يرزق. الله والمبلغ قوي ويستاهل. الله يطول عمرك. وتكفى ابيك تكلمه ينقص المبلغ. طيب الله الله. واجي يا طوال عمر السلامه هو على طول ارفع اتصال على ابو ناصر. ناصر ابو ناصر كلمك الرقم الفلاني والموضوع رجال من طرفي ودي تبقي له. انت تعرف الرجال ذاك زين؟ ايه خوي لي. ايه ما ادق عليه. ودي تبقي له الشيء اللي ما هو بيضرك. بعد ما شافك تصور معها دق عليك. اسلم. قال القصيده وينها؟ قلت موجود. قال ارسلها لي. قلت المبلغ كم؟ قال اقول ارسلها لي. ولا خذيت 24 ساعه الا في بالرابط بلحنها. ويحلف من الفلوس كامل. كفو والله ما طيب راسك. بيض الله وجهه وجمال وجهه. انا ارسلت لها بيتين وهو يستاهلها اللي هي سلام القدر يثنى لك ابن دلبج وتحيات الغلا يا محمد المري وسم العز في وجه الفتاه الابلج على الطالات. هذا الشو الوحيد اللي عندك استاهل. طناخه راس لا تبرد ولا تهلج وقوه عزوم هبت كل من ذري. سلام القدر يثنى لك ابن دلبج وتحيات الغلا يا محمد المري. استاهل ابو ناصر. اردف عايل والله لو تهرش خاطري ما اذكر هذه السالفه والله العظيم. اردف عايل ابو ناصر. اردف عايل جماي استاهل. يعني عرس فارس اخوي ضمن شيله بلاش. كلم السريع يكلمني. كلم السريع يكلمني. انا صح اني فتحت عليك درب لكنك رحت فيها رحت فيها الحين. رقم التنسيق وين يا محمد؟
السريع ناصر ما شاء الله تبارك الله والله صوتك وسمبيات اللي كلم محمد يكلمني تبغى شلة صح؟ لا لا ابو فيصل خماش المبلغ المبلغ اللي طلبه يستاهله ليه؟ الربع اذا عنده 50,000 في اليوتيوب او 60,000 مشاهدات مليونيه 15 20 مليون ما شاء الله هذا من حقه انه يطلب دبل المبلغ اللي شفته الله يطول عليك اي والله ما شاء الله تبارك الله والله مع ترى معنا مرفوع الحرج منه لو يطلب نعم اتوقع هذا رزق لا رزق مرفوع الحرج الشيبان يقولون ما حد حاجه الا يبغى النظر لا كان في نفس الوقت العلم الطيب يعني الله اكبر عارف الرجال تلزم انا جفران هي حق جفران بن هضبة اللي جبان اغلى كل الشلات زينها تبيده هذه نخوه والله حلوه يا ولد انت لا لا شلات مثبت لي على شعبي يا ولد حاجه تعصير 10 مليون شيء يعني تشتحي تقول يا ولد هذا العمل بالمبلغ هذا فهمت ها يعني رخيص صفطان يا ولد صفطان راسه طيب هذا لا لا الحين يكلموني يا ولد شوف مع اني ما بعد واجهته عندي وظايف وظايف في شناب بيني وبينها الوتر الفهد يكلموني يكلم جهر وارسله فعلا ارسله قال يا ولد الشعر اللي بحاسب فيه بحاسب الريق اللي من طرفك كان هي اي ليه ما استحي والله انه ما يشتك بفلوس ما شاء الله ترسل قصيده تحول هذا من يا ولد اول مره اول مره ارسلت القصيده جهراني ارسلت القصيده وشلها وخلص وارسل لي الرابط قلت هذا الرجال اللي بيدرهم عرفت اي جعله حياة يا دعيرم ما شاء الله اي واحد يشيل شله وينجح وكذا يطلب يبدا يرتفع الماده الفهري الربع من يوم شل الشله الاخيره ذي طف لا ما عاد تسلم علينا ايه صح خذا لي سريرين تكبر حق اللي تكبر حق اللي ما زال جلس معنا كم يجلس معك الحين ساعه خلاص ولا يمشي مع موثقين كان زمان كان اول ما دخلنا البرنامج العيال طايح في العلك العلك حلاوة حلق عشان لا تروح يقول لا لا تشربوني بارد عشان لا ينخمون اليوم 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 في كوزي يقول لك جيب لي اصفر بارد والله لو تشوفونه ذاك اليوم مش انت تضحك عليه ايش؟ قلت تنفصت العيون كل ما يكرفعنا اخر شيء يجيك يقدر يغني يقول يغني تفكر يقول لا تفكر فيني ايش تبغى تفكر فيني؟ خليك سيدي خليني اجيك عند المايك غني يقول شوف انا اضحك ولا شيء يقول انا صح امش صح امش سوى ذي ها؟ هو يغني وش يسوي؟ يتفكر فيني وغني ومايك قدامي تفكر فيني قلت انا لا تفكر فيني تفكر بالمايك خليك قدام ذلبة جاتنا عشان نشوف ان نكلم ولا ما نكلم شوف كم يعني تحدد السعر اي حدد سعر والله عادي في كلمه في خاطري بقولها ترى والله شوف الامور والخوه ثلثه لكن في ناس يعني يقعد يدور 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 عشان ذاك المعلن يا طويل العمر السلامة يبقي لها من السعر الفلان ويدخل في حراجات عشان ذا الشيء أو ذاك المنشد يبقي لها من السعر الفلان صحيح ترى ذا باب رزق نعم مثل وظيفة يا طويل العمر والسلامة شيء يا طويل العمر والسلامة لو جاك في محل ولا شيء وقعد كاسر أنت في محل ترى أنت تشوف زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد حكايات لا تنتهي